منطقة الصباح الطبية تشوف الكلاب عوائل منتشرة في منطقة يابر الأحمد، الكلاب قاعد تنتشر، تروح الضجيج كلاب بكل مكان. يا جماعة تسأل وزارة الصحة تقول ما عندنا إمكانيات، الحل يبقى بسيط، سمعوا مني والله العظيم إخواننا البنغالية خلهم يستفيدون، قولوا حق كل بنغالي كل كلب تيبه نعطيك دينار. قلت أنا من أول ما يقول ما قلت خمس دنانير، قلت أنا وايد خمسة دنانير على الكلب، قلت على الكلب خمسة، قلت والله أنا قلت خمسة، والله قلت دينار، أنا قلت ما البترول نزل الحين صار 22 دولار، أول كان 100 دولار، فالحين البترول صار 22 دولار فلازم ينزل شوية، يعني ماكو فلوس، مطار ما في. ما التقشف لا وايد خمسة بابا، نص دينار باكر يصير. فنقول حق الإخوان وزارة الصحة قول وبنزله وبيا اللي يصيد للكلب ياخذ دينار، قسما بالله باكر البنغالية تلقاهم منتشرين، حتى الكلب الواحد خاشب بيت يسحبونه. أعطوني تقرير الكلاب تكرمون. أتمنى من الصحة ينزلون تعميم يحطوا لهم ميزانية 5000 دينار، يعني لو حسبنا الكلاب اللي تكرمون بهالبلد خلينا نقول إنهم 5000 كلب، الكلب بدينار، البنغالية بشهر يخلصون منه. والله لا تضحكون على المقترح، يخلصونكم منهم والله العظيم، كل واحد تالة 5-6 باكر يتلونهم يحطون يبولكم وأنت مرتاحين، بدل ما تلحق كلب بحولي هني في قهوة يم المهلب، عوائل تتمشى، رايحين مع بعض وجايين مع بعض في منطقة الصباح الطبية، رايحين مع بعض ورادين مع بعض منطقة يابر الأحمد القيروان، رايحين مع بعض ورادين مع بعض. إذا لمتى؟ إذا حتى على الكلاب مقادرين، إحنا مطار ما عندنا، مطار وقفوا ويقولوا التنمية. يطلع المسؤول وقد خططت